حنا الاساتذه ديال الاعلاميات والتكنولوجيا بمدينه بجهه تازا كنعبروا على استنكار ديالنا بهاد التكاليف اللي صدرت في حقنا. انا كاستاذه ديال الاعلاميات تم اصدار في حقي واحد التكليف ديال تدريس ماده الرياضيات وانا استاذه الاعلاميات، ورغم انني راسلت النيابه في هذا الشان الا ان هما كيضغطوا علينا باستفسارات، استفسار المدير، استفسارات من عند النيابه كيقول لك توضح فيها الاسباب، مع العلم اننا حنا درنا مراسله التظلم وصفناها للسيد النائب ومراسله للسيد المفتش ديال الاعلاميات ومفتش ديال الرياضيات باش يدخلوا في هذا الشان. ودابا في اليوم هذا درنا اجتماع كاساتذه باش نضروا في هذا الشان هذا باش يرفعوا علينا هذا الظلم هذا، لان حنا كمادتين خصكم مادتين مستقلتين ماشي يبقاو كينظروا لينا كمادتين ثانويتين غير زايدين. بالنسبه لكم انتم كاساتذه ديال التكنولوجيا والاعلاميات، واش بالنسبه لكم ماده الرياضيات هي ماشي في نفس الاهتمامات ديالكم او في نفس لان تعتبر ماده قريبه او متقاربه من المواد ديال الاعلاميات والتكنولوجيا؟ ما يمكنناش دابا ندرسوها لان حنا تلقينا تكوين في ماده الاعلاميات ما تلقيناش تكوين في ماده الرياضيات، فكيف يعقل اننا غادي نجيو بعد مثلا انا عندي 10 سنين هذه السنه 11 في تدريس ماده الاعلاميات ويجيو فجاه يقول لك تدرس ماده الرياضيات بدون فجاه، يعني انتقل من هذا النهار كتقرر الاعلاميات لا غدا صبح كتقرر الرياضيات. بالنسبه لكم انتم كاساتذه شكون اللي متضرر من هذه العمليه هذه اللي وقعت الان؟ العدد الاساتذه اللي متضرر من هذه العمليه ديال تدريسكم الرياضيات؟ اللي متضرر كاين الاساتذه والتلاميذ، كاين التلاميذ كيتقصاو في تامين الزمن المدرسي كيضيعوا في الوقت ديالهم لان في خضم هذا المشكل، الاستاذ كيبقى في صراع مع الاداره، مصلحه التلميذ كتضيع، الزمن المدرسي ديالو كيمشي، اذا خاص اتخاذ اجراءات ضروريه ومناسبه، وحنا كناديو هذا المنبر باش تاخذ الاجراءات الضروريه والاباء والاولياء ديال التلاميذ يعرفوا شنو هو المشكل اللي واقع ويضغطوا حتى هما ويحاولوا يشوفوا يلقاو الحل. بالنسبه لكم شنو كتقترحوا كحلول؟ كنقترحوا ان النيابه او الاكاديميه يشوفوا الموارد البشريه الضروريه ماشي يبقاو يضغطوا على اساتذه الاعلاميات والتكنولوجيا، هذوك اساتذه الاعلاميات والتكنولوجيا تلقاو تكوين في الماده التخصص ديالهم وما مستعدينش باش اننا نقراو مواد اخرى ما تلقيناش فيها تكوين، وبالتالي كنكونوا كنضحكوا على اولاد الناس، وهذه هي جوده التعليم اللي كيهضروا عليها والمردوديه واصلاح التعليم. واش هذا هو اصلاح التعليم اللي كيهضروا عليه؟ بالنسبه لكم تاخذوا شي خطوات نضاليه؟ ان شاء الله دابا في هذا الجمع هذا في هذا الاجتماع اللي درنا يلا غادي نتفقوا على المسائل اللي غادي نديروا ان شاء الله، الاجراءات التنظيميه اللي غادي نديروها ان شاء الله، وغتكون وقفه احتجاجيه ان شاء الله يوم 18 مارس ان شاء الله في امام النيابه الاقليميه ان شاء الله، نيابه وزاره التربيه الوطنيه على الساعه 10 صباحا ان شاء الله.